بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى. عنوان المحاضرة Process of Adjectives و Adjectives Nouns Present Simple و أدواتها للArticles الآن والآن الآن. ضمائر الملكية. ما هو الفرق بين ضمائر وصفات الملكية؟ الفرق أن صفات الملكية تستخدم لوصف الاسم ودائما تأتي متبوعة بهذا الاسم، بينما ضمائر الملكية تأتي بعد الاسم وقد تحل مكانها أحيانا. For example, I lost my keys. ما هي صفة من صفات الملكية؟ ولاحظنا أنها وصفة المفاتيح بأنها تعود لي، وقد ذكرنا الاسم الموصوف والمفاتيح. لمن هذه السيارة؟ Who car is this؟ إنها لي، it's mine. من ضمائر الملكية mine، وقد لاحظنا بأنه عاض عن الاسم فلم نحتاج بأن نقول إن هذه السيارة لي، بل فقط قلنا إنها لي أو خاصة لي، لأنه سبق ذكر الاسم وبات معروفا. علما إننا أردنا استخدام الاسم مجددا فيجب أن يأتي قبل ضمير الملكية فنقول this car is mine. صفات وضمائر الملكية هي أنا، هي مع الضمير، مع الضمير I أنا، صفة الملكية my. This is the third one, my picture. صورتي هي الثالثة. أما ضمير الملكية mine, the third picture is mine. الصورة الثالثة هي خاصتي. أما مع ضمير الملكية you, أنت أو أنتم، صفة الملكية your. I like your shirt. يعجبني قميصك. وهكذا بالنسبة لبقية الصفات والضمائر. وأيضا ضمير الملكية his, this is your. هل هذه قبعة؟ This is your hat. Yes. No, it's not. نلاحظ هنا أن ضمير الملكية وصفة الملكية متشابهان مع الضمير she وهي هي، وصفة الملكية هي here. She work أو she finished her work. Sarah dogs here likes. Sarah likes her dogs. أما مع ضمير الملكية they وصفة الملكية، مع الضمير they وصفة الملكية they lost their mind، يعني فقدوا عقولهم. وهذا بالنسبة لصفات وضمائر الملكية. أما الموضوع الثاني فهو استخدام has و have. قد تستخدم has و have للتعبير عن الملكية بمعنى لديه أو يمتلك كالتالي. فتستخدم has مع الفواعل التالية اللي هي he و she و it. For example, he has a car أو she has a house. ويتستخدم have مع الفواعل التالية they, we, you, I. They have box أو we have blue balls أو you have a nice mobile. تستخدم has و have غالبا مع زمن المضارع التام إذا جاءت، يعني كبير to be أي يقصد بها الفعالة المساعدة أو ما يسمى بفعل مساعد. كيف نقوم بصياغة زمن المضارع التام؟ عموما نصيغ المضارع التام عن طريق أولا وضع الفعلين has و have، ثم الصيغة الثالثة للأفعال past participle، ثم الصيغة الثالثة للأفعال. إذا has و have زائد past participle. نقسم الصيغة إلى قسمين ولا بد الالتزام بالقسم. القسم الأول هو التابع للفعل المساعد has اللي يأخذ she و he و it. إذا الصيغة تصبح subject has و verb past participle. إذا أولا نضع الفاعل، وقد يكون الفاعل الضمير ضمائر الثلاثة السابقة وهي he و she و it، ثم الفعل المساعد has، ثم الفعل الرئيسي في صيغته الثالثة. For example, she has learned French already. أما الصيغة الثانية، القسم الثاني هو التابع للفعل المساعد have ليأخذ I, we, you, they. إذا الصيغة تصبح subject have و verb صيغته الثالثة past participle. إذا أولا نضع الفاعل، وقد يكون الفاعل ضمائر الأربعة السابقة وهي I, you, we, they، ثم الفعل المساعد have، ثم الفعل الرئيسي في صيغته الثالثة. For example, I have met many people since I come here in June. لقد قابلت كثير من الناس منذ الحظ قدومي في شهر جون جولاي، يعني في شهر ديران. زمن المضارع البسيط التكوين. يتكون زمن المضارع البسيط من الفعل في التصريف الأول له، أي أن الفعل يكون بدون أي إضافات مع استثناء طبعا she و he و it التي إضاف لها، إضاف للفعل الذي يليهم s. أما باقي الضمائر فإضاف للفعل معها شيء. I play football و he plays football. يستخدم زمن المضارع ليدل على حياة، يعني على حدث يحدث في زمن المضارع الوقت الحاضر present simple. For example, we cook the food. من الضمائر التي لا يتغير معها الفعل اللي هي we. أما she runs very fast. يستخدم المضارع أو to express actions in present. الاستخدام. يستخدم المضارع البسيط للدلالة على الحقائق والثوابت مثل حقيقة شروق الشمس وتبخر الماء وغيرها. ويستخدم أيضا للدلالة على العادات، وكذلك يستخدم للدلالة على المستقبلين، عن الحديث عن المواعيد والجداول وخطط مستقبلية.
ويستخدم عند رواية القصص والحكايات. For example, the sun rises from the east, or the earth goes around the sun. I wake up every day at 6 a.m. سنجد السؤال في المضارع البسيط. نستخدم الأفعال to be الآم والإز والآر في أول السؤال وبعدها الفاعل ثم التكملة، أو نستخدم does بوضع يعني do بوضع do does في أول السؤال وبعدها الفاعل والفعل an infinitive، ونستخدم do مع الضمائر I, we, you, they، أما does فمع الضمائر you, she, و it. أما في الإجابة على هذا السؤال فيكون أما yes or no. For example, do you like pizza? Yes, I do. أو في حالة النفي, no, I don't. Does she cook for today? For today, yes, he does. Or yes, she does. Or no, she did not. سنجي لشرح أدوات التعريف والنكرة. الآن and a وذا في اللغة الإنجليزية. أدوات النكرة والتعريف. أولا أدوات النكرة الآن والآ تأتي مع الأسماء والصفات المفردة والتي يمكن عدها مثل كتاب أبوه وغيرها، وهذه الأدوات لا تستخدم في حالة الجمع مثلا pens, glasses وغيرها، كما لا تستخدم أيضا مع الأشياء التي لا يمكن عدها أو الأشياء المادة مثل water, oil وغيرها أو sugar. يبقى السؤال المطروح الآن هو متى نستخدم هذه الأدوات؟ يوجد لدينا في اللغة الإنجليزية 26 حرفا، هذه الحروف مقسمة إلى مجموعتين، حروف متحركة وهي A, I, E, O, U، وحروف ساكنة وهي بقية الحروف، وتستخدم آ مع كل اسم مفرد يبدأ بحرف ساكن مثلا أبوي أو أبوك، وتستعمل كذلك قبل كل اسم مفرد نكرة يبدأ ب يو أي و العفو إي يو و إي دبليو أو حرف يو ملفوظ في الحروف الهجائية أي يونيفرسيتي أو أوي أو يوروبيان. تستعمل الآن قبل كل اسم مفرد نكرة يبدأ بأحد الأحرف المتحركة اللي هي أي أي إي أو يو. For example, an actor أو an umbrella on orange. كما تستعمل أيضا قبل كل اسم يبدأ بحرف H لا ينطق. أمثلة an honorable man أو an honor أو an honest man. هذا بالنسبة لكل ما موجود لمادة اللغة للمرحلة الأولى.